للمزيد حول استمرار الخلافات بين الفصائل الفلسطينية واستمرار الاستيطان رغم استمرار الاستيطان غير والدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني، ينضم إلينا الأستاذ ماهر حجازي المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية عبر الهاتف من أمستردام. أستاذ ماهر، بداية مرحبا بكم. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وصفت قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إحدى المستوطنات في الضفة الغربية الأسبوع القادم بالوقاحة، وأنها يعني تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي. كيف تقرأ أستاذ ماهر هذه الزيارة المبرمجة من قبل بومبيو؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك فيه أن هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية الأمريكية المقررة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، هي تأتي استكمالا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية الرئيس ترامب في مراحله الأخيرة بمواصلة الدعم للاحتلال الإسرائيلي. والمعروف أن هناك العديد من القرارات الدولية التي ترفض الاستيطان وبناء المستوطنات، وبالتالي هذه الزيارة هي استكمال للدعم الأمريكي. الرئيس الثالث رئيس ترامب تريد أن تواصل دعم هذا الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر لحظة في وجود لرئيس ترامب في البيت الأبيض، وبالتالي هو موقف ليس فقط موقف الجبهة الديمقراطية، وهو موقف الفلسطيني بشكل عام، رفض الاستيطان، والموقف الدولي يرفض بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية. وأيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو تحاول في اللحظات وفي الأيام الأخيرة لإدارة ترامب تحاول أن تواصل عمليات الاستيطان بدعم أمريكي، وتتخذ القرارات ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة. من جانبها، منعت قوات الاحتلال سكان الضفة الغربية من الصلاة في المسجد الأقصى في عملية استفزازية لإرادة الفلسطينيين. ما الدافع من وجهة نظرك وراء هذه الإجراءات التعسفية والاستفزازية من قبل الاحتلال؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى دافع ليواصل انتهاكاته، وهذه الانتهاكات يواصلها بحق أبناء شعبنا. يواصل الاحتلال الإسرائيلي دعم المتطرفين الإسرائيليين باقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك والتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين، وأيضا يعني محاولات بشكل دائم الحكومة الإسرائيلية لم تتوقف في تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس. وبالتالي هذه الانتهاكات هي سياسة لهذا الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة الضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني، لكن أبناء شعبنا الفلسطيني يواصلون يعني ومن خلفهم كل من يدعم القضية الفلسطينية وشعوبنا العربية الإسلامية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في وجه هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي هي فعلا يعني بدعم من إدارة الرئيس ترامب لهذا الاحتلال الإسرائيلي ليواصل عدوانه واعتداءه على شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين. في الجانب الآخر أستاذ ماهر، يعني تبدو الخلافات بين الفصائل الفلسطينية لا سيما بين فتح وحماس يعني من غير حل. كيف يمكن تفسير مقررات الاجتماع الأول للأمناء العامين للفصائل في إسطنبول إذا كانت الخلافات مستمرة وتأجل الاجتماع أو تأجيل الاجتماع الثاني؟ نعم، يعني لا شك أنه مر على القضية الفلسطينية العديد من اللقاءات في سبيل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية. في كل مرحلة كان الشعب الفلسطيني يتفاءل بحدوث تجاوز واختراق في هذا الملف. اجتماع الأمناء العامين قبل شهر أكثر للفصائل الفلسطينية وتشكيل والاتفاق على تشكيل لجان لدعم المقاومة الشعبية، وأيضا كان مقرر عدة لقاءات، للأسف تم تأجيل اللقاء الأخير. كان هناك تفاعل من شعبنا الفلسطيني، لكن اليوم احنا بكل صراحة أمام هذه المعطيات يعني وبعد سنوات من هذا الانقسام لا نستطيع يعني أن نبقى هذا الانقسام، أن نسميه انقسام بين حركتي فتح وحماس. أعتقد اليوم أن هذا الانقسام هو بين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. اليوم يعني هناك موقف فلسطيني واضح، وشعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة كلها تؤكد على ضرورة رفض هذا الانقسام وإنهاء هذا الانقسام الفلسطيني. اليوم ما السبب يعني ربما أعتقد أن السلطة الفلسطينية اليوم تعول على إدارة الرئيس القادم الرئيس جو بايدن، ربما يحقق اختراق في إطار يعني ويقطع الطريق على سياسة ترامب. ربما السلطة اليوم تحاول أن يعني أن ترى ماذا سيقدم يعني. طيب، حالة هل تعتقد حالة أن الاتفاق على الانتخابات قد يشكل أرضية جيدة للانطلاق يعني انطلاق الجولة الثانية من اجتماع الأمناء العامين للفصائل؟ لا شك اليوم المطلوب، ما هو المطلوب فلسطينيا؟ يعني اليوم أيضا نحن كشعب فلسطيني في الخارج وشعب فلسطيني في الداخل لنا
رأي في هذا الموضوع. لابد أن يكون لنا دور كشعب فلسطيني. اليوم لا يمكن القبول بأن يبقى مثلا الشعب الفلسطيني أكثر من 6 مليون فلسطيني في الخارج، ليس لهم بعيدين عن الحياة السياسية الفلسطينية ولا يشاركون في صناعة القرار السياسي الفلسطيني. اليوم المطلوب هو إعادة هيكلية وبناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد يطم الكل الفلسطيني وأن نشارك فيه نحن كأبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، ومن ثم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. وبالتالي يعني هذه الانتخابات إن تمت من دون مشاركة الكل الفلسطيني في الداخل والخارج أعتقد أنها لن ترى النجاح ولن ترى النور. وأيضا هي مفترض أن السلطة الفلسطينية لا تعول اليوم أو أن يعني أن تجمد هذا الملف ملف إنهاء المصالحة وأن تنظر ماذا سيقدم الرئيس جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية. هل سيقطع الطريق على السياسة الأمريكية الداعمة بشكل كبير جدا ل يعني الرئيس ترامب الداعمة للاحتلال الإسرائيلي؟ فاليوم التعويل لابد أن يكون على إنهاء الانقسام وأيضا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وأيضا يعني إعادة بناء طيب. منظمة التحرير. أخيرا أستاذ ماهر، يعني في نقطة مهمة في ظل هذه الخلافات التي ما إن خطت خطوة باتجاه الحل عادت أخرى، كيف ترى مستقبل القضية وهذا الدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية وانسحاب الداعمين العرب الواحد تلو الآخر نحو التطبيع؟ يعني رغم أنه اليوم العديد من الأنظمة العربية في الإمارات والبحرين وقعت اتفاقيات تطبيع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، رأينا عندما يعني خسر الرئيس ترامب في هذه الانتخابات الأمريكية الجديدة كيف كان النظر إلى هذه الأنظمة أنها خسر يعني وقعت هذا الاتفاق وبعد شهر خسرت الإدارة الأمريكية الداعمة لها، كيف كانت النظرة إلى هذه الأنظمة التي طبعت الاحتلال الإسرائيلي وخرجت بمظهر الخاسر رغم هذه الاتفاقيات؟ أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية رغم ما تمر به من تحديات وعقبات لأنها فرصة حقيقية اليوم كشعب فلسطيني أن نحقق الوحدة الوطنية وأن ننهي هذا الانقسام لحتى نكون موحدين ويتم إعادة لم شمل البيت الفلسطيني. وأيضا يعني اليوم أمام الرفض الإسلامي والشعوب العربية والإسلامية لهذه الاتفاقيات وهذا التطبيع أعتقد القضية الفلسطينية بخير، وهي يعني إن شاء الله عندما نحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية سنكون أقوى في مواجهة كل هذه التحديات. شكرا لك أستاذ ماهر حجازي المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية عبر الهاتف من أمستردام، كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا.